دلوقتي ما تعرفش مين هي؟ انت عايز تموت يا ود؟ يا ابني انا خايفه عليك والله. انا ما صدقت اللحظه دي تيجي. لحظه ايه؟ ان اقعد مع العيال لوحديني. صحيح يا مسعود؟ صحيح يا حبيبتي. يا صباح الجنان والمحن الفلاحي. جرى ايه يا حاج؟ ما تسيبيه يتكلم امال. ماشي يا اختي، ابتدي المحن يا اخويا. حاضر. ليالي. ايوه يا مسعود. عايز اقول لك كلمتين بسرعه قبل ما ابو العمده يجي. خير في ايه؟ عايز اقول لك ازيك. ان شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا بار عيد امك بيك. اهدي اهدي. ايه الحلاوه دي؟ ايش انت من كرسنة الكاريبي؟ خلاص انا عايز اصالحك. ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. ايه؟ والله المكان واسع. طب بلاش، عايز اقول لك بس كلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوك. ايه؟ ايدك انت. انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر. يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. ايه ده؟ بس دي تبقى قرصه. دي هتبقى اكبر قرصه يتجرسها ابويا في حياته، ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصه حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين، هتبقى اجمل قصه حب. دي مش هتبقى قصه حب، دي هتبقى قصه علاج. احنا قديه هنخليه طرطور من الزرزور وناخد النزه دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال، ده عبده موتى بقى ابن حلال. انا اناديلك العمدي. لا عليا النعمل اناديلك العمدي. يلا يا رجال. والله يا عمدي. كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ. ايوه. قال لي ازيك يا جناب العمدي؟ ايوه. الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول. اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعة التانية دي وخلاص. دار القرايل اللي طالعة من دماغ. يا كلمة المحافظ. يا جناب المحافظ. انت اللي وقعته؟ جدعان. جدعان. بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ قلت له يا جناب المحافظ احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي، انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك؟ انا جرالي ايه؟ نفسي اعرف انا جرالي ايه. والله ما اعرف انا جرالي ايه. انا كتبت قصيدي بمناسبه ان انا دخلت الدوار. بتقول ايه؟ ايه عمده مين كنافه يا عمدتني؟ على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يعني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده. طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عرب. فاكره مثلا عمده مثلا الناس ممكن تكرته على قفاه يعني؟ لا لا يا عرب. يعني فاكره مثلا عمده ممكن الناس تستهزئه؟ لا خلاص يا عرب. بهزقه يا عمده. انت بتهزقنا. ها خلاص احنا كده يا عمدي لازم نعمل حاجه مهمه. ايه لازم نجيب قنبله. امال الناس اللي هتيجي تتفرج دي هتيجي تتفرج على ايه؟ مفيش قنبله. لازم نجيب قنبله. انا ممكن اقول لكم تجيبوا قنبله منين بس هتدفعوا كام؟ انت كل حاجه عندك فلوس يا ده الصاب يا حرام انت. ما هو انت كده الصاب هيعمل ايه تاني يعني؟ بقول لك ايه يا عمدي؟ ولا الحوجه للواد النصاب ده؟ انا هجيب لك القنبله. عندك انابل يا زرزور؟ عندي انابل ومدافع وكل حاجه في الخيمه بتاعتي. وانت الحاجات دي حطيتها ليه عن حمايه؟ حماية. ماشي خلاص ولا الحوجة ليه. انت تجيب لنا القنبلة عشان اما يجوا بقى الجرالين يصوروا القنبلة وهي عاملة كيدي وهي عاملة كيدي. خلاص الحق يا بابي العمدة. الحق يا بابي العمدة. الحق يا بابي العمدة. بابي العمدة. ايوه ايوه. عايز ايه؟ الحق المحافظ اتصل وقال انه مش جاي، هيبعت السور رفعت بدال. السور رفعت؟ ايوه.
مش مهم السور رفعت، المهم هجيب معاك جرايد وجرالين. ما قاليش. ما قالك شيء. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يا عمدي، ما ينفعش. احنا عندنا قنبله، السور رفعت ده مش عارف يتصرف. لو قعد قدام القنبله هتفرقع في وشه. يا فلاح فلاح مواد متفجره داخل اطار معدني، لو سبناها تبقى هتولع فينا كلنا. بوف ايه بوف ايه؟ ما قلنا خلاص يبقى كله خلاص. ايه بنسبك الموضوع يا عمدي؟ تسبوك الموضوع علي انا؟ ما انا عارف معاك، اما يجوا الناس والجرالين يبقوا سبوكوها عليه. خلاص احنا نقول لهم احنا لقينا حماره مفخخه. لا ولدي، احنا عايزين فكره جامده. يعني ايه؟ عندي فكره، عندي فكره والله يا اخي. بدرس كده يعني؟ ها فكره ايه؟ احنا نكلم المحافظ ونقول له بدل القنبله نقول له ان في جماعه ارهابيه جايه عايزه تقلب نظام الحكم. ايوه والله، جماعه ارهابيه تقلب نظام الحكم وياخد الكرسي بتاع العموديه بتاعي. الله ينور عليك، انا اول مره نستفيد منك بحاجه. حلوه الفكره. يعني عجبتك؟ عجبتني الفكره. يبقى اتجوزني ليالي. بس يا دي انت عيب، يا اوعى تجيب موضوع الجواز ده تاني، سامع؟ بس ثم هجوزك ازاي؟ ده انت لسه حتى ما وصلتش لموسم التزاوج بتاعه. بس يا ولا مالكش دعوه بليالي بنت. ايه؟ مالكش دعوه، انا عجباني الفكره دي يا اخوان. حلوه. ايوه، وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي؟ الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله، بيقول افكار يعني. ايوه، ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. امال ايه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عنيني. ايوه لازم اخد فرصتي واكبر بقى وابقى عمده زيك. تبقى عمده بالمنظر الزباله دي؟ يبقى عمده ازاي يا ولا؟ ابقى عمدي. انت فاكر انك هتخلد فيها يا عمدي؟ ايوه خلد فيها لي، اخلد فيها ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت، الواد دي الفكره بتاعته وحش. ايوه انت قولي لنا انت فكره يا عمدي. انا جت في دماغي فكره دلوقتي. ها قولي. نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبيلي. ايه؟ مش لقينا قنبيلي، لا نقول له لقينا خليه ارهابيه وجاي تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه جدا. يا عبده بالفكره دي، فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه فين الارهابي اللي هنسلمه؟ هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه، احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. انت محلوق عليه. مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال. طول ما بنقول وش وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه؟ ان هو الارهابي. ايوه صح، الله ينور عليك يا زرزور، هو ده الواد الارهابي اللي كان جاي يفجر في البلد. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عم. ايه غلبان في ايه؟ ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. ودي مش كلام انا، ده كلامهم. يا روما. يا روما. امسكوا الواد دي. امسك امسكوا الواد دي واربطوه في الشجره. حرام عليك يا ولد. انا داخل اكلم المحافظ اقول له مسكنا واحد بس ولا مسكنا اللي ما جوش معاي وانا بكلم المحافظ. اتفضل يا ولد. اتفضل يا سلام. خليك خش هنا منك فيه. اهلا، ده ارهابي وابن ارهاب. خش هنا. ضياع عليا المصلحه ولاد اللذينه. احسن عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى، انا الوحيده اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصل انا عليا عمل. يا سلام، نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي. يا ايه الاعراض اللي بتجيلك؟ قولي لي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص، انا اول ما تدقي الساعه 12 صوتي بيقلب. بيقلب ازاي؟ بيبقى عامل كده. ايه تعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت الجن ده. مين ده؟ امير عيب بتاع كايروكي. والله العظيم هو. هتعرف تجيبه؟ طبعا، ده حبيبي اجيبه لك على طول. ماشي. هات الحله بسرعه. ماشي.
يا رب ما تكشفناش بقى مره دي. الحل حط الحل هنا اهو. كلامك ما بيتفهمش، احساسك ما بيتوصفش، انت بتقول كرامه هما يردوا بمهانه، انت بتقول العدل يجيبولك سامي العدل. تعال يا امير انزل اقعد. منور يا امير، اقعد اقعد اقعد. ماشي. ازيك يا امير، اخبارك ايه واخبار زي ابن عمي ايه؟ والله العظيم وحشني. سلم عليك. ازيك يا امير، عامل ايه وامك عامله ايه واخواتك كده كويسين؟ انت هتقدمي ده انا لسه منزله حالا. طيب عامل ايه يا امير؟ كل كل يا حبيبي، كل كلي معاني، كلي. هاكل الهوي. امال اجيب لك سعيد الهوي؟ ما تاكله وليه. حاضر. بقول لك ايه يا امير، ما تطلع مني، روحوا ساقية الصاوي، والله تحفة، والله أحلى بكتير. إيه؟ عشان تخرجوا لازم ترقص؟ هو اللي جاي. يعني لو رقصت هيطلع مني؟ هو لو اتبسط هيمشي على طول. ماشي. جاهزة؟ جاهزة. يلا بيني. يلا. هاتي إيه؟ يخرب بيتنا عمل! اسود الحي الواد امير بيهرب. هرب؟ تعالى هنا، رايح فين؟ انا هرس وانت ماشي. خلاص اثبت مكانك، هنا عنوانك. ايوه ولينا. وعلى راي المثل، العين بالعين والسن بالسن والبادي بيلدينج معروفه. والله والله البادي بيلدينج معروفه. وعلي النعمه اصوت ولم البلد علي. خلاص خلاص انا هعمل لك العمل لوحدي، مش هستعين باي جن خالص. ماشي اترزعي هناك. فك البلاوي في شكلك. الحمد لله خلصت منيه. دلوقتي العمل مش عايز يطلع، احنا هنعمل ايه؟ يخرب بيتك. بصي انا بصراحه مش عارف اطلع العمل ده. تمام جدا انا هصوب بقى. والله العظيم اصل دي مشكله، انت عارفه ليه مش عارف اطلع العمل ده؟ ليه؟ لانه ده عمل جماعي. والله لو عمل فردي كنت طلعته ومشيت. اصوت. خلاص خلاص اخر حاجه استعملها معاك. اه هعمل لك حجاب هيفضل معاك ما حدش يعرف يلاقيك ابدا. ماشي خلاص. ماشي اتفضل. ده حجاب؟ اوعي تسمع كلام الدجالين ده. تعال هنا. تعال يا حضرة العمدة. الحق يا حضرة العمدة. ايه؟ سالم الدجال النصاب نصب علي. ما انت بتقولي سالم الدجال النصاب. رايحه له ليه؟ ما انتوا عارفين ان هو دجال ونصاب، بتروحوا له ليه وجاب لك الحل؟ ايوه هذا دي. يا سلام عليك ويا بلد، ما بتموتوا في اللي ينصب عليك. طب انت كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ والدنيا اتقلبت وكله جاي دلوقتي حال. ماشي. ايوه امال انتوا فاكرين ايه؟ هو انا قليل؟ مش هترجع نفسك حور مسعود دي؟ خلاص مسعود خلص، هو نصيبه كده، هو ده يعني مزاجي، هو نصيب ان هو يتمسك ويتحيم. ايوه ده عايز يناسب كبارات البلد، نسي نفسه المعفن. ايوه صح، الله ينور عليك يا معلم. ايه ده البوليس؟ العمدي اتفضل يا شيخ محافظ. هي دي يا ابني الكنافه. محافظ جه يا جدعان، محافظ جه. السلام عليكم. اهلا يا جناب المحافظ. ازيك يا جناب العمده، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، منور يا جناب المحافظ. ربنا يخليك. اول مره سيادتك تيجي عندنا هنا وفي الكناف. لا بلد جميله وملزقه يا عمده. صباح الخير وسلام عليكم. سلام عليك. سلام عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. قال سياد ما تطفشوش يا واد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ده موبايلك؟ اه معلش يا عم ده الجرد. الو انتوا فين؟ اه انا في 100 كنافه. انتوا في 96 كنافه؟ طيب انتوا لسه قدامك 4 كيلو. لا مش بالقشطه. يلا سلام.
ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. ايه المشاكل اللي عندكم يا عمدة؟ ايه موضوع يعني الجماعه الارهابيين وكله يعني تحت السيطره وكله تمام، بس احنا عندنا مشاكل تانية في بلدنا يا جناب المحافظ. مشاكل وانا موجود يا عمده؟ ايوه طبعا، ما قلت لهم ما يصحش، واهل البلد هم يقولوا لك على المشاكل اللي عندنا. قول له قال ايوه احنا عندنا مشاكل والنبي يا سياده المحافظ والنبي. قول احنا مشاكل حضرتك الارض بار. طب ما اتجوزوها يا ابني، ايه المشكله؟ جناب المحافظ بيهزر، يعني الارض بار اتجوزوها على اساس بايري؟ مش حلوه.